بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سالموني تريدنج شانل في كورس استخدام الشموع اليابانية فقط في التداول، ومع المحاضرة 15 والأخيرة في هذا الكورس تحت عنوان الطرق الثلاثة الصاعدة Racing 3 Methods. هذا النموذج نموذج استمراري وليس عاكس للاتجاه، بمعنى أن ظهور هذا النموذج يعطي دلالة وإشارة وعلامة للمتداول على أن الأسعار ستواصل السير في نفس الاتجاه التي كانت تسير عليه قبل ظهور هذا النموذج. وعلى ذلك فظهور هذا النموذج معناه وقفة لالتقاط الأنفاس في الاتجاه الصاعد تحدث بعد شمعة خضراء طويلة، وهو عبارة عن ثلاث شمعات صغيرة تهبط بالتوالي وتكون جميعها فيما بين أعلى وأدنى سعر للشمعة الخضراء، أي أن افتتاحها وإغلاقها جميعا يقع داخل مدى الشمعة الخضراء الطويلة، وغالبا ما تأخذ كلها اللون الأحمر، ثم يلي ذلك شمعة طويلة خضراء تؤكد استمرار الاتجاه الصاعد للأسعار، حيث يرتفع سعر الإغلاق أعلى من كل الأسعار السابقة لهذا النمط. والآن مع الأمثلة والتطبيقات العملية على المنصة ابتداء من فريم 1 دقيقة وحتى فريم الشهر.
وفي الختام أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير أبو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.